أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. قصف أمريكي وبريطاني طال عشرات الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن في 7 محافظات يمنية، حيث نفذت كل من بريطانيا والولايات المتحدة غارات مشتركة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات كالحديدة وتعز والبيضاء وحجة وصعدة وصفت بأنها الأعنف، إذ أدت إلى تضرر بعض المنازل برغم بعدها عن المواقع المستهدفة. تحول جديد في الأزمة اليمنية يجعل من سماء البلاد وأرضها مسرحا لحرب إقليمية لا أحد يدرك الآن ما هي عواقب هذه الحرب الجديدة وانعكاسها على اليمنيين. فما دلالة تحول اليمن إلى نقطة توتر دولي؟ وما هي عواقب الحرب الجديدة وانعكاسها على حياة المدنيين؟ وما هي أهداف التحالف الأمريكي البريطاني؟ وكيف يمكن احتواء مخاطر توسيع نطاق التصعيد في المنطقة بسبب هذه الأحداث؟ وماذا عن موقف الحوثيين من هذه الضربات؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم. من تحالف لآخر، لم يكد اليمنيون يتنفسون الصعداء من ضربات التحالف السعودي الإماراتي حتى أشعل التحالف الأمريكي البريطاني ليل المدن بسلسلة من الضربات الجوية التي طالت عشرات الأهداف التابعة للحوثيين. يقول التحالف الجديد إنه استهدف عشرات المواقع ردا على هجمات متكررة للحوثيين ضد سفن في البحر الأحمر أدت إلى تعثر التجارة العالمية. وبحسب القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، فإن قواتها نفذت ضربة ضد صاروخ كان معدا للإطلاق على سفن في البحر الأحمر بعدما اعتبرت بأنه يمثل خطرا وشيكا على السفن العسكرية والتجارية في المنطقة. فيما تقول ميليشيا الحوثي أن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت على أمانة العاصمة وصنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وحج وصعدة. هذه الغارات تأتي بعد سلسلة من الضربات الأمريكية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا رداً على مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة في قاعدة بالأردن. إلى جانب المخاطر الجديدة التي قد تطال المدنيين من جراء هذا التصعيد العسكري الجديد، يبدو أن الضربات الأمريكية والبريطانية التي طالت عدداً من المحافظات اليمنية هي الأخرى تفتح أبواباً وتغلق أخرى. تفتح الباب أمام مخاوف جديدة من عواقب جمة أقلها تحول اليمن إلى نقطة توتر دولي وصراعات إقليمية طويلة الأمد، وتغلق باب السلام الذي طالما حلم به اليمنيون بعد 9 سنوات من العذاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة هنا في الاستوديو. الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، مساء الخير أستاذ نظير. أهلا. وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور عادل دشيلة المحلل السياسي، مساء الخير دكتور عادل. أهلا بك. إذا أبدأ من عندك أستاذ نظير، قصف للتحالف الأمريكي البريطاني بالأمس لأهداف تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، بداية ما هو تعليقك على ما يحدث؟ يعني والله أنا في هذه المناسبة أستذكر تغريدة لأحد الناشطين اليمنيين بالذات، وهو يصف حال الحوثي ويقول أن الحوثي الآن يشعر بالفخر ويشعر بأنه أصبح قوة عالمية بدليل أنه يناطح الآن دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن يعني لا يفكر بما عواقب مثل هذا الورطة التي تورطها وكيف سيجر هذا الشعب إلى مآسي عظيمة. هو يعني حتى الآن لم يتعافى من الحرب التي مضت لسنوات أنهت ما تبقى من البنية التحتية لهذا البلد، وكأنه يريد أن يستبدل الحرب التي هي الآن في هدنة بحرب جديدة مع قوة عالمية. ويعني لو تلاحظين لغة الخطاب التي يستعملها هي لغة عالية المستوى لا تتناسب مع موازين القوى ما بين ميليشيا تمتلك مع وضعه، يعني وليست لديه شرعية سياسية ولا لديه اعترافا دوليا بكونه واجهة سياسية يمنية
إنما يعني يريد أن يعني على العكس خرج متحدثهم اليوم محمد عبد السلام يقول ليس من السهل تدمير قدراتنا العسكرية وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية. نعم هو يتحدى ويعني يجعل نفسه ندا لهذه الدول. هذا الخطاب خطاب الحوثي، يعني أعتقد أن روسيا بنفسها لا تستطيع أن تتكلم مع الولايات المتحدة وبريطانيا بهذا الأسلوب. حتى الصين التي طالما كانت لديها مشاكل مع الولايات المتحدة، ولكنها بالنهاية حينما تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار والتصادم فيما بين هذين القطبين تجد الصين تتراجع عن مواقفها. نعم. لأنها لا تريد أن تحطم الإنجازات التي حققتها لشعبها ولدولتها. ولكن أنا حينما أفكر بعمق وأريد أن أعرف ما هي الأسباب التي تجعل الحوثي هكذا يتصرف بهذه القوة وبهذه الاندفاع الكبيرة، أعتقد أن لأنه ليس لديه شيء يخسره. حقيقة هو جعل من هذه البلاد لا شيء فيها يستحق أن تحافظ عليه. هو حطم البنية التحتية خلال الحرب التي خاضها في داخل اليمن مع التحالف العربي، ويعني حطم الحياة بأبسط مستوياتها في اليمن. وبالتالي هو لا يوجد شيء يعني يخاف أن يغامر به خشية من أنها تتحطم. أضف إلى ذلك بأن من طبيعة الميليشيات، من طبيعة الجماعات المسلحة، أنها لا تستطيع أن تعيش في مرحلة سلام، إنما يجب أن تكون هناك حالة حرب وحالة تعبئة حتى تجد مبررا لوجودها. وإلا لو ساد السلام في اليمن ويعني اتجهت الأحزاب إلى عملية سياسية، فمثل هذه الميليشيا لن تجد لها مكانا في مثل هذه الأجواء. نعم، إذن اسمح لي أستاذ نظير أن يشاركنا في هذا الحديث الدكتور عادل. دكتور، هل يعني الآن عادت الحرب والقصف لليمن ولكن عبر تحالف آخر، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم. فيما يخص التحالف الجديد، من الواضح أن الإدارة الأمريكية وكذلك بريطانيا في الوقت الراهن تسعى هذه الدول إلى الحفاظ على مصالحها في المنطقة وفي البحر الأحمر بوجه خاص. ولا أتوقع أن التحالف الجديد في البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سوف يصعد عسكريا بشكل أكبر خلال المرحلة الماضية، ولن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب جديدة على الأرض بناء على المعطيات الحالية، لأنها تعلمت الدروس الكثيرة سواء من أفغانستان أو من مناطق أخرى. لكن بكل تأكيد هذه الضربات عبارة عن رسائل أو عمليات مفتوحة للرد على جماعة الحوثي واستهداف بعض المناطق التي تصدر منها الأسلحة وبعض المناطق التي ما تزال صالحة لإطلاق بعض الأسلحة منها. نعم. فيما يخص هذا التحالف الجديد، هو تحالف مرحلي للحفاظ على الملاحة الدولية. هذه الدول كما ذكرت قبل قليل لن تتورط في حرب مفتوحة وواسعة النطاق. الإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات قادمة، هذه الإدارة لا يمكن أن توسع الحرب. وحتى عندما صنفت جماعة الحوثي ضمن المجموعات الإرهابية الدولية كان بشروط أنه إذا أوقفت العمليات العسكرية لجماعة الحوثية في البحر الأحمر فبالإمكان أن يتم التخلي عن هذا التصنيف. لكن الإدارة القادمة إذا جاءت تغيرت هذه الإدارة، سواء بقيت أو تغيرت، لا يستبعد أن تتهور الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة ترامب إذا فاز في الانتخابات تقوم بشن عمليات عسكرية واسعة النطاق في اليمن. وعلينا أن ندرك في هذا الصدد أن هذه الحرب هي ليست بين دول، هي بين جماعات فواعل لا يعني محلية، نون ستيت أكترز كما يسمونها، أي أنها فواعل غير رسمية وغير شرعية. وبالتالي يتعاملون مع، هم يقولون أنهم يتعاملون مع مجموعات مسلحة. ولا أتوقع أن الإدارة السعودية ستسمح لسحب الملف اليمني بالكامل
بيد الأمريكان، كما أن أمريكا وبريطانيا يعني في الوقت الراهن يحاولون التقارب مع السعودية فيما يخص الأزمة اليمنية، لكن ما الذي يجري في الغرف المغلقة؟ لا نعرف ما الذي يدور، لكن المعطيات تؤكد بأن الجميع لا يريد أن يدخل في حرب واسعة ومفتوحة. نعم، إذا برأيك أستاذ نظير، هل هناك أهداف حقيقية للتحالف الأمريكي البريطاني، يعني غير الرد على هجمات البحر الأحمر، هل يبحثون عن أهداف نعم أخرى؟ نعم بالتأكيد، دول مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، كذلك الدول يعني الغربية المساندة لمثل هذه الضربات، من المستحيل أن تكون أهدافها هي فقط الظاهرة والمعلنة، إنما لديها مصالح أخرى. لا. يعني خذي مثلا، يعني هل تعلمين بأن ما قام به الحوثي الذي يدعي أنه هي مساندة للمقاومين في غزة، لكنها بطريقة وبأخرى هي تخدم الكيان الصهيوني وتخدم الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن كما تعلمين أن جو بايدن كان قبل أيام من يعني 7 أكتوبر كان يروج إلى مشروع التجاري الذي يأتي من الهند ويمر بالإمارات والسعودية ثم إلى الأردن وإسرائيل، وكان يعتبر بأنه طريق تجاري رائد، وهذا بالتأكيد على حساب الطريق التجاري الذي يمر بباب المندب ثم قناة السويس. فكلما بدأت الشركات تخشى المرور في البحر الأحمر كلما زادت الإقبال على تنفيذ مثل هكذا مشروع، والذي هو بالأساس خطة أمريكية بمساندة إسرائيلية لتفعيل مثل هكذا طريق. يعني هذه واحدة. الشيء الآخر أنه الحوثي من حيث يدري أو لا يدري هو الآن يضر بالملاحة الصينية والروسية المارة بهذه المناطق، وهذه فيها خدمة للمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، ويعني بمعنى أن الحوثي وتصعيده في البحر الأحمر والرد المقابل كلها عناصر ممكن تخدم الأجندة الأمريكية في حصار أو معاركها مع الصين تجاريا وفي الممرات البحرية. ناهيك عن أسباب أخرى، يعني كما يعني نسمع من تصريحاتهم الأمريكان أنفسهم، هم يقولون لا نريد أن نقضي على الحوثي كما يقولون نريد أن نقضي على حماس. لماذا؟ لأن الحوثي من الممكن أن يقدم لهم خدمات في هذا الشأن سواء درى أو لم يدري. الشيء الآخر أنه هو بنفس الوقت وعلى حساب دماء اليمنيين هو يقدم خدمة من ناحية أخرى إلى إيران. إيران الآن أصبحت يعني تمثل لاعبا دوليا، لديها القدرة على التحكم في الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال ميليشيات الحوثي. وبالتالي يعني الآن إيران بالرغم أنها تتبرأ بأنها هي لم تأمر الحوثي بفعل ذلك، وكذلك تتبرأ من الميليشيات العراقية وأي ميليشيات أخرى عاملة تحت إمرتها، تتبرأ من عملياتهم، حتى إذا ما كان رد فعل هناك أمريكي أو غربي لن يكون عليها، إنما يكون على هؤلاء الذين هم مجرد أوراق تلعب بهم إيران. نعم. وبالتالي أنا يعني أريد أن أتساءل ماذا جنى الحوثي من فعاليته هذه. طبعا هذا السؤال وجه لأحد أعضاء المكتب السياسي لما يسمى أنصار الله، أعتقد أن اسمهم أنصار الله، قالوا له ما هو الدافع لفعلكم ذلك؟ قال هو دافع ديني ودافع أخلاقي، نريد مناصرة أهل غزة. لكن يا ترى هل هي هذه الحيثية هي التي سوف تخدم أهلنا في غزة؟ يا ترى لماذا لم تفكر بدوافع دينية وإنسانية كما تقول إلا بعد مرور أكثر من شهرين على العملية التي حصلت في غزة والدماء والقتل والإجرام الذي ارتكب بحق هؤلاء الغزاويين؟ لماذا لم تتذكر؟ 5 أيام أو 10 أيام بعد أكثر من شهرين هو بدأ مثل هذه النشاطات. يعني الشيء الآخر، أنت بدلا من أن يعني أنت تريد أن تضرب المعتدي، المعتدي على بعد أميال من اليمن في جيبوتي، لماذا لا يضرب القواعد الإسرائيلية الموجودة في جيبوتي في أريتريا؟ هناك أهداف من الممكن أن يصل لها بسهولة وستكون مؤثرة.
مؤثر على العدو الصهيوني، لكنه يختار أن يجعل هناك فوضى في الملاحة الدولية، والمستفيد الوحيد هو المنظومة الغربية. انظر الآن، صادرات النفط من الولايات المتحدة إلى أوروبا ازدادت بشكل كبير، لأن ناقلات النفط تخشى المرور بباب المندب، وبالتالي هذا أثر حتى على صادرات النفط من دول عربية. هناك الآن عقود نفطية ألغيت مع العراق بسبب عدم تمكن هذه الناقلات من المرور باب المندب. من اللي استفاد؟ استفاد النفط الأمريكي. الآن أمريكا هي التي تصدر إلى الولايات المتحدة. لذلك يعني أنا لا أعرف هل هذا التصرف هو نابع من غباء سياسي يمتلكه القيادة الحوثية، أم أنهم مجبورين على اتخاذ هذا الموقف بسبب الأوامر التي تصدر لهم من جهات راعية لهم؟ نعم. إذا برأيك أنت دكتور عادل، هل كان لدى أمريكا هذا الخيار فقط لإيقاف الحوثيين القصف وقصف، يعني نعلم أن التحالف ظل 9 سنوات ومع ذلك ما زال الحوثي يهدد بمسيراته وبصواريخه، هل كان لديها خيار آخر؟ لا، هي الإدارة الأمريكية كانت هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة قبل هذه العمليات العسكرية. الخيار الأول أن يتم تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ولكن منظمة إرهابية ضمن التصنيف التابع لوزارة الخارجية، وهذا سيؤثر على الاقتصاد اليمني وعلى حتى أمريكا نفسها، يعني لن تستطيع أن تتعامل في المستقبل مع الأزمة اليمنية كما تتعامل الآن. والخيار الثاني أنه تقديم تنازلات لجماعة الحوثي من خلال الحوار السياسي الذي جرى في الرياض خلال المرحلة الماضية بوساطة عمانية. والخيار الثالث الرجوع للخيار العسكري لردع جماعة الحوثي. فيبدو أن الخيار الأول تصنيف الجماعة لم ينجح ويعني غير مؤثر، والخيار الثاني غير مؤثر أيضا، لأن الجماعة الحوثية ترى أنه لابد من تقديم تنازلات كبيرة والاعتراف بها سياسيا مع إلغاء المكونات الأخرى أو جعلها مكونات هامشية في أي عملية سياسية مستقبلية. فكان الرجوع يعني الحوار، سلمت رسائل لجماعة الحوثي عبر الوسيط العماني أنه يجب أن لا يتهور، لكن كانت وصلوا في نهاية المطاف إلى أنه يجب الرد على الجماعة الحوثية للحفاظ على الهيبة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كان عليها ضغط على المستوى الداخلي أنه هذا الرئيس الأمريكي ضعيف وغير قادر على أن يرد على ميليشيات مسلحة في العراق أو في اليمن أو في مناطق أخرى، ولهذا هذه العمليات فقط العسكرية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية ليست للردع الحقيقي، هي لكسب الرأي العام المحلي من أجل الانتخابات القادمة. هناك أهداف سياسية من وراء هذه العمليات العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك في الوقت الراهن أن النظام العالمي الجديد يتشكل، وأن هناك دول الجنوب العالمي أكثر من 123 دولة، يعني أبرزها الهند، وهناك المحور الشرقي بقيادة الصين وروسيا وأيضا إيران عامل أو مؤثر في هذا المحور، وهناك أيضا دول كبيرة في الشرق الأوسط مثل يعني تركيا ومصر والسعودية، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا. الولايات المتحدة تدرك هذا التحول في النظام العالمي، ولهذا تريد أن تؤجل أي تحول جديد في هذا النظام العالمي، ولهذا هناك مصالح متداخلة دولية في هذه المنطقة الاستراتيجية. لكن في المقابل الإدارة الإيرانية في الوقت الراهن لا تريد أن تصعد عسكريا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، إنما وأيضا في المقابل لا تريد أن تخسر هذه الأذرع التي بنتها على مدى سنوات في المنطقة، لأن خسارة إيران لهذه الأذرع سواء في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق، معنى ذلك أنه لن يكون لها أي دور مؤثر مستقبلي في الإقليم بشكل خاص، ولهذا دفعت بهذه المجموعات المسلحة للقيام ببعض مثل هذه الأعمال من أجل الحفاظ على التوازن وعلى مصالحها الخاصة. لكن علينا أن ندرك على مستوى البعد الأخلاقي
أنه العمليات العسكرية لجماعة الحوثي في البحر الأحمر أثرت على الملاحة الدولية، أثرت على الكيان الإسرائيلي، يجب أن نعترف. أيضا وضعت الجماعة الحوثية شروط بسيطة، أوقفوا الهجمات على غزة، سنوقف الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر. الإدارة الأمريكية لم تستجب، يعني هي وحتى وان هي ترى ان جماعه الحوثي غير يعني مؤهله لان تتكلم بهذا الخطاب، لكنها مؤثره في الواقع. ولو لم تكن مؤثره العمليات العسكريه لجماعه الحوثي في البحر الاحمر لما تشكل هذا التحالف ولما تم تشكيله. الان صوره الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه على الاقل في الوجدان العربي والاسلامي محطمه، لانها تكيل بمكيالين، ان حازت يعني إلى جانب الكيان الصهيوني على حساب مصالحها مع الوطن العربي، أي أن الرسالة الأمريكية للشعوب العربية والأنظمة العربية سأضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، لأن مصالح الاستراتيجية مع إسرائيل وليست مع هذه الأنظمة في المنطقة. إذا من المستفيد من وراء هذه العمليات العسكرية؟ أكيد هو المحور الشرقي بقيادة روسيا والصين وإيران والأذرع التابعة لإيران، والخاسر هو المحور العربي، وإن لم يكن هناك محورا لكن نسميه محور عربي. نعم، إذا برأيك أستاذ نظير، ما دلالة تحول اليمن إلى نقطة توتر دولي من خلال هجمات الميليشيا في البحر الأحمر؟ كما قلت يعني هناك أكثر من دولة تأثرت بسبب ما يحدث. نعم، يعني هو فقط أنه سيكون واحدة من نقاط بؤر التوتر الموجودة في العالم، كما كانت في السابق الصومال، فترة من الفترات كان العراق، سوريا. لكن ما هي الفائدة التي سيجنيها اليمن؟ بالتأكيد لن يجني أي فائدة. أنا أتكلم على مستوى الشعب ومستوى الدولة. إنما الميليشيا، ميليشيا الحوثي، ربما هي تستفيد. يعني أنت لو عددنا، يعني حاولنا أن نعدد ما هي الفوائد من هذه الأزمة والتي انخرطت فيها ميليشيا الحوثي بهذا الشكل المقطع النظير، يعني حتى الميليشيات الموجودة في العراق وسوريا لم تفعل ما فعلته ميليشيا الحوثي. طبعا كما قلنا إنها لا تستطيع أن تعيش إلا في يعني عصر التوتر، إنما حالات السلام هي غير صالحة لها. هل تعلمين إنها هي الآن في حالة تحشيد؟ هي الآن تحشد اليمنيين على أساس إنها تدافع يعني أو تخوض معركة ضد بريطانيا وضد الولايات المتحدة، وبالتالي هذه فرصة مناسبة للتحشيد. لكن هناك شيء ربما لم ينتبه له، هي الآن تريد أن تفتح جبهات مع الحكومة الشرعية والمقاومة اليمنية في مناطق تعز وغيرها من المناطق، باعتبار أن هؤلاء عملاء للأمريكان، وبالتالي هي تريد أن تحقق نصرا عسكريا داخل اليمن استغلالا لهذه الظروف. الشيء الآخر، يعني كما قال يعني ضيفكم الكريم، يقول بأن الخاسر إيران. أنا لا أعتقد أن هناك خسارة للمحور الإيراني، بالعكس، هو المحور الإيراني أو بالذات النظام الإيراني استفاد من أزمة غزة أيما استفاد، فهو الآن يتصدر إلى الساحة الدولية وتحج له الوفود العسكرية أو السياسية لطلب رضاه لتهدئة جبهة ما أو منطقة ما. وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك رغبة أمريكية مثلا بالقضاء على أطراف النظام الإيراني، سواء ميليشيا الحوثي أو الحشد الشعبي أو حزب الله أو أي ميليشيا تابعة للنظام الإيراني. لا توجد هناك رغبة أمريكية أو غربية بشكل عام للقضاء عليها، إنما هي تضع خطوط حمراء يجب عليهم ألا يتجاوزوها. وبالتالي أنا لا أعتقد أن إيران ربما ستفكر أنها إذا ما استمر التصعيد والصراع العسكري أنها ستخسر فصيلة من فصائلها أو ميليشيا من ميليشياتها. لا، بالعكس، هي الآن تصدر نفسها على أنها الدولة الوحيدة التي تدافع عن حق الفلسطينيين وحق المظلومين هناك. الشيء الآخر الذي يريد أن أركز عليه هو على يعني أخوتنا في اليمن. هناك حقيقة شخصيات نكون لها كل الاحترام والتقدير، خرجوا ببيانات، حقيقة بيانات يعني من الصعب أن تصدق مثل هذه الشخصية اليمنية التي تقول إن علينا تناسي خلافات الماضي ونمد يدنا إلى الحوثي ونحن نتعرض إلى هجمة أمريكية.
يعني لا أفهم ماذا يقول هذا، يعني هذا الحوثي الذي دمر بلدك وما زال يعني وما زال حتى الآن يصر على تدمير هذا البلد. قد ميليشيا انقلابية، ميليشيا قتلة، ميليشيا فساد، وأنت تقول عفى الله عما سلف، يجب أن نمد يدنا إليهم لنقاتل المعتدي الأمريكي. ما هو الذي دخل اليمن بهذه المتاهة؟ نفس الكلام طبعا يتردد في دولة مثل العراق، يعني هناك من يترحم على القتلى الميليشياويين الذين سقطوا في الضربات الأمريكية ويقول هو بالنهاية عراقي، هذا العراقي هو الذي قتل أبنائنا في العراق، هو الذي هجر ثلث سكان العراقيين، هو الذي ما زال حتى الآن يحكم بالطائفية ويقصي كل مكونات الشعب الأخرى، هو الذي ما زلنا نحن وبعد مرور 20 سنة نعيش هذه الحالة البائسة. هؤلاء الذين تترحمون عليهم هم الذين سفكوا دماء السوريين، هم الذين دمروا حواضر سوريا. يعني لا أعلم كيف يفكرون بهذه الطريقة، وربما هو يقول هذا نابع عن صفاء النية وأنه يجب أن لا نبقى على خلافنا وتمزقنا. أنا أقول الوحدة بهذا الشكل لا تنفع، أقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فإذا ما جعلنا صفنا خبيثا فيه عناصر خبيثة لن يتقبل الله منا أي عمل مهما كان في ظاهره صالحا. نعم. إذن بالعودة إليك دكتور عادل، دكتور عادل يعني ما الذي يريد أن يقوله الحوثيون بالضبط يعني عبر هجماتهم المتكررة على السفن في البحر الأحمر؟ طبعا هم يرددون أنها لنصرة غزة، ولكن هل يوجد دوافع أخرى برأيك؟ فقط للتصحيح على الضيف الكريم، أنا قلت أن أكدت أن إيران هي الرابح من وراء هذه الهجمات العسكرية، وأن المشروع العربي هو الخاسر، لأن إيران تصدرت وأذرعها في المنطقة هذا المشهد، وكان من الأولى أن يتصدر وكان الأولى أن يتصدر المشهد العرب أو الأنظمة العربية للدفاع عن المظلومين في غزة، على الأقل من خلال فك الحصار والضغط على حلفائهم في المجتمع الدولي أنه يجب أن توقف هذه العمليات العسكرية، وأن يعني تمد غزة بالماء والغذاء والدواء وما شابه ذلك، ولكن هذه الأنظمة لم تفعل حتى هذه اللحظة. المستفيد من هذه العمليات العسكرية إقليميا هو المحور الإيراني، والخاسر هو المحور العربي، هذا فقط للتوضيح. فيما يخص جماعة الحوثي، نحن ندرك أن جماعة الحوثي دائما تحاول القفز على الواقع في كل محطات الصراع، سواء على المستوى المحلي أو كما هو حاصل اليوم. الحوثيون رفعوا القضية من منظور أخلاقي، وقالوا نحن نقف إلى جانب الأخوة المظلومين في غزة، ويعني وضعوا شروط أنه أوقفوا العدوان على غزة. أنت في مجتمع قبلي تقليدي، كان لدينا الجهل العام في المرحلة الماضية، الآن لدينا الجهل المقدس، ولهذا هناك يعني طيف كبير من الناس ومن القبائل يرون أن ما تقوم بجماعة الحوثي عبارة عن يعني انتصار أخلاقي وديني تجاه القضية الفلسطينية. الحوثيون ماذا يهدفون إلى التالي؟ أولا الحصول على شرعية سياسية من خلال هذه العمليات العسكرية، ويطرحون على الطاولة أنه يجب على الإدارة الأمريكية والإقليم أن يعترف بجماعة الحوثي كممثل شرعي للشعب اليمني. النقطة الأخرى أن جماعة الحوثي ضمن محور في الإقليم، محور إيران، وبالتالي هذا المحور لديه أذرع ولديه القيادة الخاصة به ولديه الاستراتيجية الخاصة به. إذن جماعة الحوثي تتصرف في هذه المنطقة الاستراتيجية في إطار محور، ولا تتصرف بمفردها، في إطار المحور الإيراني، وهذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية متطورة تم نقلها إلى اليمن عبر البحر العربي وعبر التهريب، وقد تم إلقاء القبض على بعضها. النقطة الأخرى
والهدف الآخر أن جماعة الحوثي تريد من خلال هذه العمليات العسكرية أن تقسل جرائمها في اليمن خلال المرحلة الماضية، وتسوق نفسها على أنها كانت مظلومة، وبالتالي الآن هي تقف إلى جانب المظلومين. ما الذي يجب أن علينا نحن اليمنيين في الوقت الراهن؟ أنا في تصوري الشخصي أنه، ودائما أكرر وكررتها على قناتكم الموقرة أكثر من مرة، أنه يجب ألا تدخل القوى اليمنية في أي صراع مع جماعة الحوثي في الوقت الراهن لحماية الملاحة في البحر الأحمر. والدول التي وقفت ضد الدولة اليمنية في الماضي يجب اليوم أن تتعامل مع المشهد وتتحمل المسؤولية. اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وحفاظ الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من مهمة مجلس الأمن الدولي. وبالتالي الحكومة اليمنية في الوقت الراهن إذا قامت بعمليات عسكرية في ظل هذه الزوبعة الموجودة في المنطقة ضد جماعة الحوثي ستحسب أوتوماتيكيا على أنها مع المحور الإسرائيلي الأمريكي، وهذا لا يخدم المشروع الوطني اليمني بشكل عام. ولهذا يجب البحث عن كيفية الوصول إلى تهدئة في المنطقة، تهدئة بأي وسيلة أخرى. نعم. وعندما تنتهي اسمحي لي، وعندما تنتهي العمليات العسكرية أو يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، هنا يجب البحث عن بدائل أخرى للتعامل مع جماعة الحوثي بما في ذلك الخيار العسكري. نعم، إذا برأيك أستاذ نظير، يعني مخاطر توسع نطاق التصعيد في المنطقة بسبب هذه الأحداث ما هو؟ والله إذا كان هناك توسع سنناقش مخاطره. أنا لا أتفق بأن هناك أي توسع ل يعني ساحة الصراع تنتقل من غزة إلى مناطق أخرى. نعم، لكن يعني لو ربطنا ما يحدث بالسياق الإقليمي، ما حدث في قواعد أمريكية في الأردن، العراق، سوريا، هل يمكن؟ نعم، يعني أنا أقول بأن ما أرادته إيران وميليشياتها قد تحقق، وأصبحت هي الآن بالرغم من الضربات التي لحقت بها من الجانب الأمريكي، لكن ما زالت الآن هي ظهرت بموقف يعني بين قوسين أخلاقي، كون أنها كانت مساندة للمقاومين في نعم. غزة. الأحداث نفسها في غزة الآن على أعتاب عقد هدنة وانتهاء المسبب الأساسي لكل هذا الأحداث وتوسعها. لذلك أنا أعتقد أنه يعني مع الأسف أن النظام الإيراني لطالما كان يستفاد من الساحات المتوترة أو الأزمات التي تحدث في المنطقة لصالحه، وهذه المرة أعتقد أنه استفاد من هذه الأزمة بشكل بالغ يعني. والآن أعطيت بعض الشرعية للميليشيات التي منتشرة في المنطقة. الآن لا أحد يتحدث عن جرائم الحوثي، الآن لا أحد يتحدث عن جرائم الحشد الشعبي، لا أحد يتحدث عن حزب الله وما فعله في سوريا. الآن الجميع يتكلم عن موقف هذه الميليشيات المساند إلى غزة حتى ولو كانت بعمليات بسيطة. تخيلي أختي الكريمة أن كل العمليات اللي قام بها الحشد الشعبي والميليشيات التي في سوريا لم يسقط قتيل إلا في هذه آخر حادثة، سقط 3 قتلى. الحوثي وصراعه وضربه للسفن حتى الآن لم يسقط قتيل، إنما حتى جريح لم يسقط من لكن الأمريكان يقول أو لك البريطانيين. وأعاق الطريق يعني طبعا وهناك هو الملاحة بأي حادث بسيط ممكن أن تعيقها، تعرفين رأس المال جبان. لذلك ما دام هذه المنطقة أصبحت منطقة متوترة، فكثير من شركات الملاحة غيرت مسارها عن بعيدا عن هذه المنطقة. ونحن يعني في البداية قلنا، في بداية أحداث غزة قلنا إن الدول العربية المطلة على المضائق، المطلة على مصالح حيوية تهم العالم، أن يمارسوا شيئا من الضغط للحيلولة أو لإيصال رسالة إلى العالم بأن ما يحدث في غزة هو عبارة عن مجزرة ونحن غير راضون فيها. أما ما يقوم به الحوثي حقيقة تجاوز الأمر. كان يكفي الحوثي بدلا من أن يسير المسيرات ويضرب الصواريخ على السفن،
السفن أن يقوم بتظاهرة بحرية عبارة عن زوارق وليس باسمه، باسم المواطنين اليمنيين، هكذا يعني فعالية شعبية، وتعترض هذه السفن بطريقة سلمية كما كان يفعلون سابقا، يسموهم الأحزاب الخضر الذين كانوا يعترضون السفن التي تعمل بالطاقة النووية وغيرها من هذه الأمور. لماذا لم تفعل مثل هذه الفعالية وكان يكون لها تأثير نفس التأثير الذي الآن هو موجود، بينما هو يريد أن يكون يعني ما أعرف زيد أبو زيد الهلالي ويحاول أن يضرب صواريخ وكذا وبعدين ترد عليه بأضعاف الضربات ويسقطون مواطنين عزل ليس لهم علاقة بالموضوع. فأعتقد أنها يعني حماقة سياسية ربما ستورط اليمن بمآزق أخرى. يعني هو لم يكتفي بالتحالف العربي الذي أنهك اليمن، استبدله الآن بتحالف دولي أمريكي. نعم، ومع ذلك دكتور عادل، يعني هذا الحوثي الذي جلب هذه التحالفات اليوم هو يستمر بتحشيداته نحو مأرب والجوف وشبوة، ماذا عن هذه التحشيدات برأيك؟ يعني هو يضرب في كل الاتجاهات. أولا، جماعة الحوثي هي ليست حركة اجتماعية وطنية تسعى إلى التغيير نحو الأفضل، هي حركة عنف سياسية مسلحة تؤمن بأيديولوجيا محددة وتسعى إلى الاستيلاء على السلطة باسم ولاية آل البيت، وهذا واضح على المستوى السياسي والعسكري منذ البداية، منذ أكثر من 20 عاما. اليوم جماعة الحوثي بكل تأكيد التصعيد في الداخل، هي تريد أن يعني يكون هناك اختراق حقيقي على الأقل يعني للوصول إلى مناطق النفط والغاز، لأنها تدرك أنه الوصول إلى المناطق الاستراتيجية في شرق البلاد يعني عمليا تعترف بي أو لا تعترف بي، أنا الآن لدي سلطة عسكرية وأمنية ولدي موارد اقتصادية أستطيع أن أمشي دولتي الخاصة. بدون الوصول إلى هذه المناطق الاستراتيجية سيبقى معزولا في المناطق الجبلية في الشمال، وهو ما لا يريده، ولهذا هو يصعد عسكريا بكل الوسائل ويريد استغلال الوضع. وتتصور جماعة الحوثي في الداخل أنه لو قامت بعمليات عسكرية الآن باتجاه مأرب أو باتجاه شبوة أو باتجاه المناطق الأخرى، أن تسوق للداخل أنه انظروا أنا أواجه الصهاينة والأمريكان وهؤلاء يواجهونني، يعني يقاتلونني، مع أنه هو الذي يريد أن يستولي على هذه المناطق. لكن لا أعتقد أن مثل هذه الاستراتيجية سوف تمر على اليمنيين، وقد فشل في أكثر من محاولة على مدى 8 سنوات الماضية للاستيلاء على هذه المناطق. لكن يجب أن نعترف أن جماعة الحوثي عامل مؤثر وقوي على الساحة الوطنية في الوقت الراهن، وأنه لا يوجد مشروع وطني يستطيع أن يواجه جماعة الحوثي وأن تكون لديها الخيارات الوطنية للتعامل مع جماعة الحوثي. الذي سمح لجماعة الحوثي بالبقاء حتى هذه اللحظة هو عدم وجود مشروع وطني حقيقي وفاعل. نعم، إذن بالنسبة للرسالة التي شاركتها ميليشيا الحوثي وتم تداولها على صفحات السوشيال ميديا، حول الرسالة موجهة لمدراء المدارس الحكومية والأهلية بخصوص المساهمة حد قولهم في دعم صناعة الطائرات المسيرة، ما تعليقك على هذا الأمر؟ هذا لا جديد فيه، جماعة الحوثي تحتاج إلى تمويل مادي لأنه لديها معسكرات، وقد أعلن زعيم الجماعة مؤخرا بأنه لديه، لا أعرف الرقم بالضبط، ولكنه أعلن عن أرقام مهولة توجد في المخيمات العسكرية، وبالتالي هو يحتاج إلى دعم مالي بأي وسيلة من أجل تغطية نفقات هذه المعسكرات التي يبنيها، سواء في عمران أو في حجة أو في صعدة أو في أجزاء من الجوف أو في مناطق وسط اليمن. وبالتالي لا جديد في هذا الموضوع، جماعة الحوثي على مدى السنوات الماضية تارة كانت تجمع الجباية باسم الخمس، وتارة باسم يوم الولاية، وتارة باسم يوم الشهيد، وتارة باسم المولد النبوي، ولديها يعني عدة طرق ووسائل لجمع المال. لكن في مثل شعبي يقول في اليمن ارحبي يا اجناز فوق الاموات،
يعني ما الذي يمكن أن يقدم المواطن اليمني في الوقت الراهن؟ لا مرتبات، لا خدمات، 6 سنوات أو 7 سنوات بدون مرتبات، من أين يأتون بالمال؟ الملايين يعني من الناس نعم أعلم، يعني يعني إذا طالما هي يعني ليست قادرة، فلماذا تحاول أن تجابه دول مثل أمريكا وبريطانيا وهي ستعود لتمتص دماء الشعب اليمني كما فعلت بالسابق، يعني كونها ميليشيا وليست دولة تحكم ومعترف بها؟ هذا السؤال بالإمكان أن يطرح على جماعة الحوثي. أنا ذكرت لك في البداية أن جماعة الحوثي لديها مشروع سياسي، وبالتالي هي تستخدم كل الطرق والوسائل لتنفيذ هذا المشروع حتى لو كان على حساب اليمنيين. ما هو، هل تريدي من جماعة الحوثي أن تقول اليمنيين تفضلوا تعالوا إلى شراكة وطنية؟ ما هي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني، ما هي سجنت رئيس الدولة، ما هي دمرت البنية التحتية، ما هي نهبت الأموال العامة والخاصة من المواطنين يعني على مدى السنوات الماضية. ولهذا جماعة الحوثي آخر ما تفكر في مصلحة المواطن اليمني. لكن أنا من وجهة نظري الشخصية بأنه بعيدا عن موقفي من جماعة الحوثي، ما قامت به في جماعة في البحر الأحمر كان من المفترض أن تقوم به دول عربية، أو أن تفك الحصار على غزة، لا أن تترك الباب مفتوحا على مصراعي لهذه العربدة الإسرائيلية في غزة. ولهذا الحوثيون استغلوا الفراغ وسوقوا نفوسهم، حتى الآن عندما تتكلم مع الأخوة المغاربة أو الأخوة في الوطن العربي يقول لك يا أخي جماعة الحوثي قامت بما لم تقم بأنظمة عربية، أنت في بلدان مقهورة. إذا لابد أن نبحث في كيفية الخروج من هذا المأزق، لأن من يستفيد من هذه الأزمات هو المحور الإيراني، وإذا نجح المحور الإيراني في المنطقة فستدخل المنطقة برمتها في حروب مدمرة على مدى السنوات القادمة، وسيكون المحور العربي ضعيفا في أي نظام دولي جديد. يجب أن نعترف بهذا، يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع الواقع لحماية الناس في هذه المنطقة، لا أن تترك إيران تتصدر المشهد على المستوى السياسي والعسكري في المنطقة على حساب العرب. نعم، وهي تتصدر المشهد ولكن عبر أذرعها للأسف. عودة إليك أستاذ نظير، يعني هل تعيد هذه الهجمات مسلسل مشاهده متكررة بالنسبة لكم؟ يعني خاصة أنتم تعيشون وضعا مشابها وعشتم في العراق وفي دول المنطقة أيضا مثل ما يحدث، وهذه دول عانت من المد الإيراني وما يعني زالت فقط تعاني. استكمال لحديث الضيف الذي ذكر، يعني هو ما الذي يستفيد من يعني هذه الفوضى التي تحدث؟ وأنا أعتقد أنه الحوثي وطيلة السنوات السابقة كان يتذرع أمام شعبه أو أمام يعني المناطق التي يسيطر عليها، وهذا الخراب سواء على المستوى الاقتصادي، البنى التحتية، وكان يعني يتحجج بأنها بسبب الحرب، بسبب هجوم التحالف العربي ضده. والآن لدي هو سبب أقوى. يخلق سبب آخر بأنه الآن يخوض حربا عالمية مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لذلك هذا سبب لأن يصمت اليمنيين ولا يتكلمون ويبتزهم من جديد بصناعة من جديد. وبالتالي يعني هذا نفس السيناريو الذي تستخدمه حكومات ما بعد الاحتلال في العراق والميليشيات، وهذا التضخم والفساد المستشري في هذا البلد، ويعللوه بأنه بسبب الحرب على الإرهاب. الإرهاب هو الذي يجعلنا لا نستطيع أن نقدم خدمات لمواطنينا. ويعني لا أعرف، 20 سنة مضت في العراق ولم يقدموا شيئا يذكر إلى المواطن، هل يريدون 20 سنة أخرى لكي يقدموا؟ مقدرات البلد تم تسخيرها كلها لإيران، نفس الحال في سوريا ولربما في اليمن، إذا ما استتب الأمر للحوثي في كل اليمن ربما ستجير كل مقدرات هذا البلد إلى إيران، وبالتالي ستكون هناك يعني أنا والله أستغرب إلى إيران، بالرغم من أني أعتبرهم أعداء، لكن هذا لا يعني أني لا أنصفهم وأقول أنهم أذكياء. هم الآن يحتلون دولا من غير جيوش، هم يحتلونها
بواسطة أذنابهم، بواسطة ميليشياتهم التي تواليهم. يعني شيء مستغرب. أنا يعني قبل أن أدخل الاستوديو يعني كان هناك سؤال موجه لي في تويتر، وقالوا بماذا تحتسب القتلى الذين سقطوا بالضربات الأمريكية؟ هل هم إيرانيون أم عراقيون؟ فأقول يعني ذكرت الآية الكريمة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء هم يقولون نحن ولينا الولي السفيه، الولي الفقيه في إيران، هو يقول هو مولاي، فأنت متولي لهذا، أنا أعتبرك إيراني ولست عراقي حينما خسرت دمك في ضربات إيرانية. أنا لا أترحم عليك كونك عراقي، إنما أنت شخص إيراني تعمل لأجل إيران، تعمل لأجل مصلحة إيران، ولا شيء لك يمت بصلة إلى العراقيين، أو حتى إذا كانوا قتلى سوريين لا يمتون بعلاقة إلى سوريا. وبالتالي نحن يعني دماءنا مع الأسف رخيصة، نهدرها من أجل مصالح إيران، وغيرهم ممكن يهدرها من أجل مصالح الولايات المتحدة. وأنت ربما تذكرين أنه كيف هذا الشخص مسلم قتل وهو يقاتل مع الجيش الإسرائيلي ضد أبنائه أو أخوته الفلسطينيين في غزة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من مساء اليمني. الشكر الجزيل لك دكتور عادل دجيل المحلل السياسي، كنت معنا أيضا عبر سكايب، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله.